جولة اليوم تضمنت على التفتيش على المطاعم. زين، هذه احدى الجولات اليوم، يعني مثل ما تشوف هذه احدى العينات، دجاج مذبوح غير، طبعا غير ذبح اسلامي، يعني الطريقة هذه ممنوعة مخالفة. مثل ما انت شايف الراس، هذه طبعا ذبحها بالخنق وليس ذبح اسلامي. هذه احدى المخالفات اللي راح يحصل عليها صاحب المطعم. الحملات مستمرة على المطاعم ومستمرة على حتى على الصالونات. تدري ان فترة العيد قرب موسم العيد ومكثفين على الصالونات، وهذه اوامر من المهندس فهد شتيلي مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي، والشباب قايمين على اكمل وجه ومكثفين الجولات خلال حملة العيد. تكثيف الجولات قبل العيد على أساس نشوف مدى تطبيق أصحاب المحلات القوانين واللوائح البلدية. فمثل ما شفتوا أنتوا الحين، حاليا قاعد نفتش المحل، في عنده عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، وفي شهادات صحية غير موجودة، واتخذنا الإجراءات المطلوبة اللي خولنا فيها قانون البلدية المسموح فيه.